أن أذهب بهذه النقطة وسأعود إليك لاستكمال هذه النقاط الهامة والتعمق فيها، ولكن أذهب إلى القاهرة دكتور أحمد. إذا أنا سأخذ من كلام دكتور إدموند، يعول بايدن على مشاريع البنية التحتية لكسب أصوات الناخبين في تحديدا أيضا ولاية بنسلفانيا، إلى أي مدى يمكن لهذه المشاريع أو ربما هذه الخطوة أن تساعد هذا الرجل في حسم الولاية لصالحه؟ تحياتي لك مارينا ولكل ضيوفك الكرام ولكل مشاهدينك الكرام. في الواقع أن الرئيس بايدن يراهن على الورقة الاقتصادية باعتباره الضربة القاضية في مباراة العودة مع الرئيس ترامب. يعني أول مرة منذ 70 عاما يتم انتخابات بين مرشحين، نفس المرشحين في مرتين متتاليتين. هذه المباراة رغم أن نفس اللاعبين بايدن وترامب ما بين 20 و 24، إلا أن السياق مختلف، خاصة فيما يتعلق بالولايات المرجحة مثل بنسلفانيا وغيرها. أولا الرئيس بايدن أصبح مجرد في السلطة، يعني في عام 20 كان يطلق وعود فيما يتعلق بالمشروعات الاقتصادية، البنية التحتية، على ترميم البنية الأساسية المتهالكة في أمريكا، بمقابل أن الرئيس ترامب كان في السلطة وكان جرب 4 أعوام وهو حقق إنجازات اقتصادية في العامين الأولين، لكن كورونا قضت عليه سياسيا وهدمت كل ما حققه اقتصاديا، وبالتالي كانت وعود بايدن في مقابل اخفاقات أو انتكاسات ترامب بسبب كورونا أدت إلى أن يستطيع الرئيس بايدن أن ينجح في الجولة الأولى في 20، وفي خلال في الولايات المترجحة التي كان غالبا في معظمها جمهورية في الفترات الأخيرة، خاصة جورجيا وبنسلفانيا وميشيغان وغيرها. الأمر النقطة الثانية أيضا أن الرئيس بايدن هو يواجه بالتحدي، وأن فكرة تمويل هذا الإنفاق وهذه البنية الأساسية هذه مشروعات ضخمة تحتاج إلى يعني مئات المليارات من الدولارات. وهنا أيضا في ظل وجود أغلبية جمهورية في مجلس النواب أصبح الرئيس بايدن قلبت العرجاء، يعني بمعنى أن التمويل، وذلك كان الجمهوريين يعرضون، وأيضا حدث أزمة الدين العام، يعني منذ أمس واليوم تم في اللحظات الأخيرة الاتفاق على تمويل جزئي للـ دكتور أحمد، عفوا للمقاطعة، ولكن هل هذه المصطلحات التي تظهر أو هذه المسميات ربما مع استطلاعات الرأي والتي تميل لصالح بايدن، هل هي يجب التعويل عليها؟ هل هي تعني انعكاس بشكل كبير لحدود أي مكان بايدن أو ترامب؟ طبعا استطلاعات الرأي في أمريكا تمثل أهمية كبيرة ولها دلالات ولها مغزى، وأنا في اعتقادي أن المحدد الأساسي للناخب الأمريكي خاصة في الولايات المترجحة في الاختيار هو اختيار الأقل سوءا، يعني ليس الرئيس بايدن أو الرئيس السابق ترامب هو البديل الأفضل أو الأمثل الذي كان يتبناه الناخب الأمريكي، خاصة المستقلين والمترددين وفي الولايات المترجحة، لأنهم يقارنون ما بين من الأقل سوءا، هل ترامب الذي يحاول بايدن التخويف منه باعتباره مهدد للديمقراطية باعتباره قاموسه السياسي ومواقفه ضد الأقليات أو ضد موقفه ضد قضايا الإقهاض أو قضايا غيرها، أم الرئيس بايدن الذي يعني أصبح أنه يعني يبدو أنه ضعيفا وأصبح يعني عامل السن وبالتالي أيضا عثراته وسوء إدارته للسياسة الخارجية وارتدادات هذه السياسة الخارجية، خاصة الحرب في أوكرانيا والتمويل والدعم المطلق دون أن تحقق أوكرانيا أي نجاحات على أرض الواقع، كل هذه الارتدادات انعكس في ارتفاع أسعار الطاقة، أسعار الغذاء، ارتفاع أسعار التضخم، رغم أن الرئيس بايدن يفتخر أنه يعني وفر 50 مليون وظيفة في الثلاث سنوات الماضية، ما هو رقم غير مسبوق، لكن أنا في اعتقادي أن العامل الاقتصادي الآن ليس في صالح الرئيس بايدن، خاصة أيضا أن الرئيس بايدن ترامب أو المرشح ترامب يقدم رؤية مختلفة تمثل في يعني خفض الضرائب، بينما بايدن يريد رفع الضرائب، وهذا أيضا بيثير قطاعات كبيرة من المواطنين الأمريكيين. ترامب رجل أعمال لديه رؤية اقتصادية، حقق نجاحات اقتصادية في العامين الأولين، في مقابل أن بايدن هناك تعثر وهناك ارتفاع تكاليف المعيشة للمواطن الأمريكي، كما يقولون هو يصوت ويده على جيبه، وبالتالي في هذه المباراة في مباراة العودة كل ما بينهم أوراق، بايدن يحاول اللعب على التخفيف من ترامب والدرجة الاقتصادية، بينما ترامب أيضا يستغل نقاط ضعف حقيقة بايدن في توجيه طلبات يعني قاضية له فيما يتعلق بإدارة السياسة الخارجية، فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، فيما يتعلق بزيادة صحيح. إذا هناك العديد من الملفات الهامة.